يا جماعة أنا حليت مشكلة الصوت أهو وعملت فيديو بالصوت أخيرا، والماب دي خرافية يا جدعان. مش عارف أقولكوا، دي عبارة عنك إن دي بتجيبلك فلوس وأنت بتحدثها لما يبقى معاك فلوس. يعني أنا التحديث الجاي ب 3750، وتحدث السور ده برضه عشان ما يجيش حد من بره يقعد يضرب عليك يموت. لما فلوس، لا لسه ما فضل لنا 100 جنيه يا عم. تلم يا خلصين، احنا بقى نقعد نحدث كده. بس مشكلتي بماب دي حاجة واحدة بس، ان انت لما بتطلع ما بترجعش تكمل. من احلى المبات اللي انا لعبتها الصراحه، مسليه، ممكن اقعد بالساعتين بلعب كده. معانا فلوس ياما، نشوفوا التحديث ده بكام. الصراحه انا لسه ما اعرفش دي بتعمل ايه لما احدثها، يعني بس شكلها حاجة بتجيب فلوس. لإلا بقى هتطول لغاية ما توصل طول السقف ونقفل السقف، عشان شفت واحد قافل سقف، معرفش ده قافل ولا لأ، بس شكلها كده يعني. أنا ما أعتقد دي بكام، ب 500، عايزين نحدد ب 5000 ولا 500؟ 5000، عايزين نحاول ب 5000. معانا بعتذر لتاني مرة ان الفيديوهات اللي فاتت كلها كانت من غير صوت، والله كانت مشكلة وحلت خلاص. فلما 2000 جنيه، وانا والله اي مهم ما بكتشفها ولا بتعجبني ولا اي باركور بنشره على طول والله. برضو لو حد محتاج ماب، لينك الماب والكلام ده، ما بيعرفش يبحث عليها بالاسم، يقول لي برضه هحطه في الوصف بعد كده. يعني اقتراحات في التعليقات كده يعني. حدثوها بقى معانا 5000 اهي، بتعمل ايه بقى كده؟ الله، بقينا كده جامدين كده خلاص. بس بضرب بيهم ازاي؟ انا مش شايف علامة الضرب. انا كنت ماسك آلي قبل كده وكان في علامة ضرب. انا ضربت اهو، حلو. سيبه بقى السلع، شوف لي بقى معانا فلوس قد ايه، عشان عايز احدث الصورة الترقية الجاية. عايزين نعرف هو جدا لو حد حابب يلعب معايا روبلوكس برضو عادي في التعليق، احسن حاجة خلي بالك. وانا بلعب بابجي برضو، لو حد عايز يقول لي في التعليق برضو. أنا شوية